حي حضرة النائب، ربنا يزيده من نعيم الله ويبارك له يا رب. اللي هو شاف امهاته الكبيره وجبر بخاطرهم، قول له ربنا يخليه لنا يا رب، وربنا يكفيه شر المرض ويعليه على طول. انا سعيده جدا ان احنا كلنا مع بعض وكلنا ايد واحده وما بنفرقش بينا وبين بعض، وطول عمرنا مع بعض وبيتقفل علينا وتحيا مصر واحنا سيد واحد واخوات مع بعض. يا رب يخليك، شكرا. النهارده احنا عملنا الاحتفال ده، يعني بصراحه كان يوم للمصريين ككل. كنا بنتكلم على الوحده المصريه وبنتكلم على يوم في حب مصر، باحتفال ليلة نصف من شعبان احتفلنا بكل الأمهات المصرية. كرمنا خمس أمهات مسلمات بخمس عمرات، ولأول مرة إن شاء الله تعالى كرمنا خمس أمهات مسيحيات. الحمد لله بفضل الله تعالى رب اخترنا خمس جواز كهربية. كنا نتمنى يكون التكريم أكبر من كده بكتير جدا، ولكن الحمد لله تعالى كفاية بس الألفة والمحبة اللي بيننا وبين كل الناس الموجودة وبيننا وبين الشعب المصري. الرسالة اللي وصلت إن المصريين كلهم على قلب رجل واحد، ده أهم حاجة واحدة. إن بعد كمان اللي حصل في الشيخ سالم عبد الجليل، إن المسيحيات يكونوا موجودين هنا عشان يقولوا إن إحنا كلنا موجودين إيد واحدة. الشعب المصري عمره ما هيتفرقوا أي حاجة. التكريم ده مش هيكون أول مرة، كل سنة إن شاء الله تعالى هنعمله، ولأول مرة برضو هنكرم خمس آباء إن شاء الله تعالى أو خمس من أبهاتنا المصريين بإذن الله تعالى الفترة المقبلة. وهنكون عدد الجوائز هنزودها عشان ندخل فرحة للمصريين. واتكلمنا فيها على مدى الصبر على الأزمة الاقتصادية اللي احنا بنمر فيها، وإن إن شاء الله تعالى ربنا يعدي الأمور على خير. يوم حافل حضر فيه وكيل نقابة الأشراف رئيس نقابة الأشراف ووكيل مجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس النواب الدكتور محمد علي والنائب عمرو أبو اليزيد والمستشار هشام الأباري وعدد من الرياضيين الكابتن هشام يكن والكابتن أحمد عبد الحليم وكل الجموع والأهالي الطيبة الموجودة وسطينا. يعني اهالينا اهالي بولاق الدكرور انا بقدم لهم الشكر الكبير اللي هم اهل بولاق المحترمين اللي من الساعه 6:30 ناس موجوده النهارده رغم اليوم الصعب والصيام والحر، الناس كلها موجوده عشان تقول لنا شكرا يا امي. فعلا ده كان يعني اختيار جيد جدا جدا ان نقدر نقول للام فعلا المصريه الف شكر يا امي. طبعا احنا نشكر النائب محمد اسماعيل على المبادره الطيبه. يمكن احنا عملنا احتفاليه سابقه بام المثاليه وكرمنا 200 ام، وفي طبعا خمسه ان شاء الله حظوا بالعمره. طبعا ده دليل، انا كنت بتمنى ان تكريم الام ما يتمش عن طريق عيد الام فقط، ولكن احنا المفروض نكرم الام في كل دقيقه وكل ساعه وكل يوم. النائب محمد اسماعيل حقق لنا هذه الامنيه وكرم الامهات النهارده في ليله النصف من شعبان، ودي مبادره طيبه جدا من النائب محمد اسماعيل لامهات بلاد دكرور، لان امهات بلاد دكرور يا سهل والكثيرين والكثيرين، لانهم هم بالنسبه لنا الداعم الاول لينا في بلاق الدكرور، واحنا مديونين لهم بالكثير بالكثير والكثير. وامهات بلاق الدكرور من الامهات فعلا اللي بتضحي وبتستحمل الكثير والكثير، وفي نفس الوقت بتحافظ على اسرار بيتها. فاحنا بنحيي امهات بلاق الدكرور وبنحيي كل اهالينا اللي شرفونا النهارده، وبنقول لهم ان شاء الله انا والنائب محمد اسماعيل كتف بكتف ان شاء الله هنخلي بلاق الدكرور ان شاء الله على الخريطه في المرحله الجايه. ولكن هي الميزانيه هي اللي بتحكمنا في المرحله الحاليه، ولكن متفائلين خير في 2018 ان شاء الله يكون في ميزانيات لتحسين خدمات بولاد دكرون ان شاء الله.